للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من رام الله السيد إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية. أستاذ ملحم، بعد التحية، يعني هل ترى بداية التحركات الدولية في محكمة العدل الدولية وكذلك الجنائية الدولية بمثابة إلقاء حجر في المياه الراكدة للمؤسسات الدولية لكي يكون لها دور إيجابي بشكل أكبر لدفعها للتحرك بشكل أكثر فعالية تجاه العدوان السافر على غزة؟ أشكرك أستاذ ريهام وتحياتي أيضا للمشاهدين. بالتأكيد أن هذا التدافع الدولي للدول المناصرة للشعب الفلسطيني، جنوب أفريقيا وتشيلي والمكسيك، برفع الألم الفلسطيني والوجع الدامي الذي تعاني منه غزة منذ أكثر من 100 يوم، وكذلك الارتكابات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إنما يعكس المدى الذي وصلت إليه عزلة إسرائيل في الساحة الدولية على المستويين الشعبي والرسمي، وكذلك يعكس المأزق الذي وصلت إليه السياسات الإسرائيلية. بنفس الوقت كذلك يعكس المدى الذي وصل إليه مستوى التعاطف وتنامي الدعم الدولي مع الضحية التي تعاني وتكابد آلام القتل والموت والموت البطيء والتجويع وقطع الماء والكهرباء في محرقة القرن التي تتوالى فصولا دموية في قطاع غزة. ونحن نرحب بجميع الدول التي تقدم وترفع معاناة الشعب الفلسطيني إلى أعلى المنابر الحقوقية الدولية، إن ما يتعلق بالمرافعة الرائعة والمذهلة التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وهي محاكمة القرن التي بدت فيها إسرائيل في قفص الاتهام كمجرم حرب وكدولة مارقة تمارس التطهير العرقي والإبادة الجماعية. وتلك أيضا الدعوة التي رفعتها المكسيك وتشيلي للجنائية الدولية لملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية في الجنائية الدولية على ارتكاباتها وجرائمها، وكذلك الدعوة التي تلاحق الرئيس الإسرائيلي اليوم في سويسرا لمحاكمته على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم. كل تلك الإسهامات والمرافعات الدولية إنما تعكس المدى الذي وصلت إليه صورة إسرائيل الملطخة بدماء الأطفال والنساء والشيوخ. نعم. والتعاطف الكبير مع الشعب الفلسطيني. كيف يمكن إذن بناء على ما ذكرت أستاذ ملحم، يعني البناء على كل هذه التحركات لتحقيق أكبر دفعة ممكنة للقضية الفلسطينية، وخصوصا أن الحكومة الفلسطينية بتؤكد مرارا على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية؟ من وجهة نظرك، هل تمكنت السلطة بالفعل من إيصال هذه الرؤية إلى القوى الدولية كجزء من الحل؟ بالتأكيد، فإن الجهد الدبلوماسي الذي يمارس على الساحة الدولية يؤتي ثماره بتحشيد الدعم الدولي والدعم الإقليمي والدعم العربي والإسناد في المحافل الدولية، وهو ما نقطف ثماره اليوم من خلال الدعوة التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا مشكورة أحفاد مانديلا، يقيمون دعوة لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وتلك الدول الداعمة أيضا لجنوب أفريقيا، وإضافة إلى المكسيك وتشيلي. كل هذه الجهود الدبلوماسية إذا ما توجت بإعلان واعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة ووضع برنامج زمني لإنهاء الاحتلال عبر عقد مؤتمر دولي للسلام كما دعا سيادة الرئيس محمود عباس على أعلى منبر أممي، من شأن ذلك أن يجيب على الأسئلة المعلقة حول الاستجابة لإنهاء الصراع بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على جميع الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.